المهندس شريف نجم مدير التسويق بشركة كورتيفا مصر للبزر، أهلا بك. أهلا وسهلا. إحنا بنتكلم النهاردة على صناعة التقاوي، بنتكلم عن صناعة كبيرة طبعا. إحنا في كورتيفا أخبرنا إيه بالنسبة للإنتاج، نتكلم على الإنتاج المحلي النهاردة. تمام. طبعا كورتيفا في مصر من أقدم شركات التقاوي في مصر، هي كانت معروفة طبعا قبل كده قبل الاندماج باسم شركة بايونير، وما زال برضو الشكارة باسم شركة بايونير، بس هي تابعة للكيان الكبير اللي اسمه كورتيفا. كورتيفا في مصر من سنة 85، ودور أساسي أو جزء أساسي من استمرارها المدة دي كلها إن هي بتحافظ على المنتجات بتاعتها بأقصى شيء ممكن من إن هي تتسرق أو إن هي تتقلد. دايما بيبقى فيه جديد ان احنا بنحاول نحط علامات مميزة وحاجات صعب جدا تقلدها على الشكارة، والدور كمان بيجي من قبل كمان الشكارة، ان احنا حقول الانتاج اللي بتتم في مصر لازم بيبقى فيه تعاون وفي جهات اشراف من الحكومة، وبنتعاون كلنا في ان احنا نحمي المنتجات بتاعتنا ونحاول ان المزارع نمنع اي سرقات ممكن تتم في حقول الانتاج اللي عندنا، وعن طريق طبعا التعاون ما بين جميع الجهات سواء كشركة منتجة أو كجهات رقابية وحكومية. تمام. النهاردة أنا ونتكلم عن دور الجمعية المصرية لصناعة التقاوي. هي أعتقد دور الجمعية هيبقى متمركز أكتر في توصيل وتقريب جهات وجهات النظر المختلفة، وتكون حلقة وصل ما بين الجهات الحكومية والجهات الرقابية والشركات المنتجة سواء محليا أو شركات العالمية. فهي هيبقى اعتقد هيبقى يعتبر كيان او تجميع لجميع الشركات، فيبقى ليهم متطلبات يقدروا يطلبوها من توصل يعني وجهه نظرهم للجهات الرقابيه والحكوميه والتشريعيه، بحيث الجهات التشريعيه ممكن تعدل في القوانين اللي هي ممكن تحمي المنتجات بتاعتها وفي الاخر تحمي صناعه التقاوي عموما. تمام. النهارده العالم بيواجه تغير مناخي وخاصه هنا في مصر، احنا يعني المفروض تغير مناخي يعني استنباط اصناف جديده تواجه المناخ. احنا في كورتيفا بنعمل ايه الفتره اللي جايه دي او حاليا بقى؟ احنا حاليا بنختبر هجوم جديده، طبعا كل سنه لازم نختبر هجوم جديده، واحنا اطلقنا هجين جديد اللي هو 2105 بي 2105، ده هجين اصفر مبكر النضج من اقوى الهجوم في التحمل الظروف المناخيه المختلفه، لان هو بينتج في دول كتير جدا في العالم في الشركة عندنا، فبالتالي بدرجة كبيرة بيكون متحمل معظم الظروف الجوية المختلفة، وده هجين متميز جدا. وبالإضافة إلى أن في هجن كتير كمان تحت الاختبار والتسجيل إن شاء الله هنطلع بيها للسوق قريب جدا. النهاردة عندنا صنف جديد، إزاي بنسوق الصنف؟ إزاي؟ بنسوق الصنف. تمام. طبعا الهجين أول ما بيبتدي يطلع بنبقى فيه عينات، وبيبقى فيه عينات مجانية ممكن نديها للوكلة وللمزارعين بتوعنا، بيبقى فيه قسم، أنا مسؤول طبعا عن قسم التسويق، فعندي فريق كبير جدا من قسم الدعم الفني والتسويق اللي بينزل للمزارع يبتدي يشرح له الهجين المنتج الجديد أو الهجين الجديد، ويبتدي يزرع عنده ويقارنه بالهجن القديمة اللي عنده، بحيث ان المزارع يشوف ويقيم الحاجة في أرضه، بحيث ان هو يقدر ينتشر ويقدر يزرعه السنين اللي بعد كده ان شاء الله. خدمة ما بعد البيع بالنسبة لكورتيفا دي جزء أساسي، يعني احنا هنقدر نقول احنا من قبل البيع وبعد البيع. احنا من قبل البيع دايما بيبقى فيه ندوات تثقيفية للمزارعين بأحدث أساليب الزراعة وإيه المتطلبات بتاعت كل هجين هتزرعه، وهتزرعه سواء أنت الغرض بتاعه حبوب ولا سلاج، فتقدر تزرع بأنهي طريقة والمسافات بتاعت الزراعة والتسميد وجميع المراحل، بحيث المزارع يبقى فاهم المنتج اللي هو هيزرعه عنده في الأرض عشان لما يزرعه يدي إن شاء الله أعلى إنتاجية. وإحنا طبعا بنبقى مستمرين بعد كده فموسم الحصاد بننزل نعمل ندوات تثقيفية برضو، والناس تشوف المنتج على الطبيعة بحيث ان هو منها بيفهم المنتج، وفي نفس الوقت يعتبر عملية تسويق للشركة عندنا. تمام. بالنسبة للمحطات الأبحاث بالنسبة لشركة كورتيفا، عند الأبحاث طبعا أهم حاجة البحث العلمي النهاردة. تمام. هو حاليا البحث العلمي متركز في دول، يعني مصر تعتبر دولة للتجريب أكتر من البحث العلمي أو المحطة البحثية اللي موجودة في مصر، يعني احنا المحطة البحثية تعتبر تجريبية أكتر ونقدر نقول كأقلامة للهجين، لكن مش
استنباط للهجن. يعني جات فترة كان فيها فعلا عندنا كده، بس اتجاه الشركات العالمية ان هي تركز البحث العلمي في دول، والدول دي تخدم باقي المنطقة كلها.